نسير معكم سويا في هذه الانطلاقة، نسير في التحدي المميز الجميل وصدارة هذا الشوط. هنا يأتينا الدجور من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه الانطلاقة هنا هجن زعبيل، من تنطلق بهذه التحديات المتميزة بهذا الأداء الجميل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من ينطلق مع هجن زعبيل في هذه الانطلاقة الجميلة. بينما المركز الثالث هنا التحدي والإثارة على المركز الثالث، وشاهين هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الشعال يأتينا في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعود مكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، بينما المركز الرابع هنا الانطلاقة على المركز الرابع من قبل هنا في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. مشاهدينا الكرام، والقادم بهذا الأداء الجميل الوصول هنا من قبل شاهين ثم الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة عبد الله بن ثعلب الهايري، من ينطلق مع شاهين هنا في هذه التحديات الجميلة. وعلى المركز السادس يأتينا ملاحظ لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع طارق بن مبارك بالقوبع في تضميره، منطلقا هنا بتحدي الجميل. وعلى المركز السابع شاهين، والمركز السابع هنا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وفي المركز الثامن تعويض في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري في تضميره. بينما المركز التاسع هناك والانطلاق على تاسع المراكز، متعب لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان الكبي في تضميره، عماش ياتينا على المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هناك سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع عماش على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. هملول من غير على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الدجور في المركز الثاني، الدجور على ثاني المراكز هنا بانطلاقته من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، شاهين على المركز الثالث هنا منطلقا. هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع المضمر هنا عبد الله بن ثعلب بن الهايري، هنا احد شباب الهباب بانطلاقته وتحدياته. بينما المركز الخامس ياتينا الشعال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، السعيد بن عبيد الحميري في تضميره، هنا
بهذه الانطلاقة الجميلة. بينما المركز السادس، المركز السادس شاهين يأتينا في المركز السادس بهذه الانطلاقة هجنة العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز السابع، المركز السابع هناك يأتينا ملاحظ لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم فارس بن مبارك بالكوبة في تضمير من يتابع ضمر الشرق الأوسط في هذا الأداء. بينما المركز الثامن، المركز الثامن تأتينا تعويض في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مع قردان الطيارة عبد الله بن سالم المسافري. هناك متعب يأتينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع سهيل بن مبارك بن مرخان وعماش منطلقا على المركز العاشر. ناقل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعد المغادرة لمنتصف المسافة هنا في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الصدارة والتحدي المميز الجميل مشاهدينا الكرام. هملول والديجور وشاهين ثلاثية جميلة على صدارة هذا الشوط، ثلاثية متميزة في الانطلاق وفي تحدي المميز الجميل. يا سلام هنا بهذا الأداء ثلاثية هنا المؤسسات المتميزة في هذا الانطلاق المميز هنا بهذا الأداء. الديجور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضميرة. وهناك هملول من الجانب الآخر بعد الثلاثة كيلومترات، هملول هنا المنطلق في هذا التحدي الجميل لهجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد في التضمير. أما المركز الثالث يأتينا هنا شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي، ثلاثية جميلة، ثلاثية باعدة المسافة بينها وبين بقية المشاركين، ثلاثية جميلة، ثلاثية بأداء مميز وعرض تلقائي ما شاء الله على هذا الأداء المميز الجميل من هذه المؤسسات. مؤسسات جميلة، مؤسسة هجن العاصفة، مؤسسة هجن الرئاسة، مؤسسة هجن زعبيل هنا المنطلقة بتحدي وبالإثارة. هنا هملول من غير على الصدارة مع المنعطف الأخير، هملول 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 من هجن زعبيل بقيادة المتألق دائما وأبدا في تضميره ومع هذا الشعار المميز راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعه بمحمد يتابع. هنا هملول المركز الثاني، المركز الثاني هنا في هذه اللحظات، المركز الثاني يأتينا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هو الديجور، الديجور هنا هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بن سعيد ومع راشد بن محمد بالسم المنصوري. المستحيل هنا ثلاثية، ثلاثية 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. البقية بعيد عني والله، البقية بعيد عني. هناك في هذا الأداء غادرنا 2 كيلومتر، غادرنا التحدي، غادرنا الإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام هنا في هذا الأداء، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الجميل. هملو انطلق شاهين على الصدارة، انطلق شاهين على المقدمة على المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق. الملاحقة من الدجور على المركز الثاني هنا من هجن الرئاسة، هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري في تضميره. بينما هملول على المركز الثالث،
من مؤسسة هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع على المركز الثالث ثلاثية. والله انفصلا عن البقية انفصال تام تام. هنا يرقصن الثلاثة على مقدمة هذا الشوط. هنا ثلاثية متميزة، ثلاثية جميلة بأداء جميل بانفرادة شاهين. من انفرد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع الكيلومتر الأخير من غادرناه، هناك شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هجن العاصفة مع غياث الهلالي انطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتينا هنا الدجور هنا لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يأتي على المركز الثاني. وبنقول تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء المميز الجميل لشاهين. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الأداء في هذه الثلاثية لهذه الأمسية التراثية الجميلة بهذا الأداء المميز الجميل. ها هو تشاهدون شاهين يصل إلى الفوز وإلى الناموس، معلن الفوز معلن التحدي هنا بدون أي منافس، ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. تهانينا وناموس هنا على هذا الأداء. شكرا غياث الهلالي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الفوز المميز. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وفي انتظار ثاني المراكز هنا وثاني المنطلقين بهذا التحدي الجميل. هنا الدجور من هجن الرئاسة مع راشد محمد بالسم المنصوري المركز الثالث هملول من وصل على المركز الثالث في هذه الانطلاقة لهجن زعبيل قيادة راشد بن محمد بن مروشد، بينما المركز الرابع من وصل مشاهدينا الكرام والقادم على المركز الرابع هنا هجن العاصفة شاهين، والمركز الخامس يأتينا شاهين على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سعيد بن حيري. والتوقيت الزمني هنا 12 دقيقة 42 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس هجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي على هذا الأداء المميز الجميل، بينما المركز الثاني وصل الدجور ب 12 دقيقة 50 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن الرئاسة، تهانينا راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الثالث أتانا هملول من هجن زعبيل قيادة راشد بن محمد بن سعيد بن بروجد. 12 دقيقة 52 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة على أرضية هذا الميدان في هذه التحديات المتميزة وانطلاقة شوط